أهلا بكم أخوتي المشاهدين في حلقتنا الجديدة والتي سنتحدث فيها عن محاسن ومساوئ الليزر عن طريق رفع الشريحة. رفع الشريحة كما تعلمون هو انقسام للقرنية، ولا يمكن إقامته إلا بعد أن تكون سماكة القرنية بمقدار معين تسمح لنا برفع الشريحة. كانت سابقا الشريحة 180 ميكرون، مما كنا لا نستطيع أن نعمل تصحيح نظر للدرجات العالية، بينما حاليا صفى حسب التقنية الجديدة رفع الشريحة بسماكة 90 ميكرون فقط، وهذا يعني أنه من 180 ميكرون إلى 90 ميكرون لدينا 90 ميكرون إضافي، والتسعين ميكرون الإضافي حسب التصحيح لكل درجة 13 ميكرون، يعني حسب الطريقة الحديثة على ما كنا عليه سابقا بإمكاننا أن نعمل تصحيح للمريض بأكثر من 7 درجات عما كان عليه سابقا. وهذه الطريقة عن طريق رفع الشريحة من المحاسن فيها المريض بعد العملية مباشرة بإمكانه بيشوف ما حوله وبإمكانه إدارة أموره بشكل بسيط. لديه حرقة وتدميع وآلام بسيطة لمدة عدة ساعات، وفي اليوم الثاني بعد أن يفيق المريض من نومه في الصباح في اليوم التالي يرى بشكل كامل، وبإمكانه أن يتخسل أو يعمل أي اللي بده أو تدخل مي بعينه ليس لها أضرار نهائيا، وبإمكانه الرجوع إلى عمله بعد يوم من عملية الليزر. ولكن من المحاسن من المساوئ التي نعاني فيها أثناء رفع الشريحة قد يكون هناك بعض النزيف لدى بعض المرضى الذين كانوا يستعملون عدسات لاصقة أو الذين لديهم حساسية قوية، أو أثناء عملية رفع الشريحة إذا كان هناك تفتت في المخاطية أو تفتت في الشريحة، فهذا الموضوع طبيعي من السلبيات الذي سنعاني منها. وهناك على اعتبار في عملية رفع الشريحة نسبة الالتهابات كانت فيروسية أو جرثومية أكثر من عملية قحط المخاطية. من المساوئ التي نعاني منها في المستقبل إذا دخل على العين جسم أجنبي لفترة معينة يسبب في ثقب الشريحة، مع المستقبل إذا إجت أي حادثة قد تسبب في انزياح الشريحة، وبعد فترة طويلة يمكن أن نرى في القرنية أنه هناك في بعض الخطوط التي حول الشريحة وفي المعاينة يظهر هذا بشكل واضح، والذي نسميه لطخة واسعة حول الخطوط التي أقيمت حولها الشريحة. فبعض المسالك لا يريدون، بعض المهن والمسالك لا يريدون أن تظهر هذه الخطوط لأن تمنعهم من دخول بعض المهن مثل الطيارين وضباط الجيش وبعض الملاكمين أو الذين يشتغلون في سلك الحدادة والأمور المعدنية. أيضا ما هي التعليمات التي يجب أن يستمع إليها المريض بعد عملية الليزك والتي ستؤثر على النتيجة مستقبلا؟ أولا يجب أن يستمع إلى تعليمات الطبيب بشكل عام، أن يستعمل القطرات بوقتها وبشكل منظم. نفضل أن يكون استعمال القطرات لدى المريض عندما يكون نائما في الأرض بشكل مستوي، وأن تدار النقط من قبل شخص آخر. الناحية الثانية عدم الدخول للبحر لمدة والمسبح لمدة 15 يوما، وعدم فرك العين بشكل قوي لمدة 2 شهر لكي لا تتحرك الشريحة، أن يستعمل الدواء لشهر كامل وبعدها يستشير الطبيب هل هناك في إمكانه لقطع القطرات أو المداومة فيها. القطرات لمدة 1 شهر بشكل عام، المضاد الحيوي لمدة 1 أسبوع، الكورتيزون لمدة 1 شهر، والقطرات دمع العين الاصطناعي يفضل أن يستعمل لمدة 3 أشهر كاملة، وبعدها يقرر الطبيب بالإدامة فيها أو قطعها. شكرا لكم أخوتي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في الحلقة التالية.